خلينا نتحول بقى لحاجة تانية. العالم كله دلوقتي بيتجه للسيارات الكهربائية، وتقريبا خلال سنين قليلة هتكون أكتر انتشارا في معظم الدول، وعشان كده الحكومة المصرية خدت خطوات كبيرة في توطين تكنولوجيا صناعة السيارات الكهربائية. تعمل الدولة على تعزيز استخدام المركبات الصديقة للبيئة وتوطين تكنولوجيا صناعة السيارات الكهربائية في مصر، لذلك بادرت الحكومة بالبحث عن شريك أجنبي جديد لتصنيع سيارة كهربائية بالتعاون مع شركة النصر للسيارات، والتي تم إنفاق ملايين الجنيهات لتأهيل بنيتها التحتية ومصانعها لتكون مهيئة لتصنيع سيارة كهربائية، خاصة وأن هناك توجهاً عالمياً بالتخلي عن الوقود التقليدي الأحفوري بحلول عام 2050، لا سيما في المركبات. كذلك بادرت الحكومة في الربع الأخير من عام 2019 في إجراءات تهدف لإعداد البنية الأساسية وتوفير حزمة من المحفزات المرتبطة بالسيارة الكهربائية، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع الوزارات والجهات المعنية. وبحسب الحكومة، فقد تم التعاون مع الشركة الوطنية للطرق لإعداد خريطة بالمواقع المرشحة لإنشاء شبكة تتضمن 3000 محطة شحن عامة في 3 محافظات. وتركز الحكومة حالياً من خلال مكتب استشاري على اختيار شركة أجنبية من بين 3 شركات لتصنيع السيارة في مصر.